طبعا البطل سبرينغفيلد عنده صفات دفاعية وهجومية. نبدأ بالصفات الأولى اللي هي إضافة الدرع الحيوية للقوات البرية بالصفين الأول والثاني. يعني الصف الأول والثاني راح يحصل على درع حيوية بنسبة 40%. طبعا إذا وصلتوا للخمس نجوم، يعني إذا مكست البطل وصلتوا للخمس نجوم، راح تحصل على 40% درع حيوية للصف الأول والثاني. بعد قيام القوات بشن هجوم عادي، هناك فرصة لإطلاق 3 إلى 1 قنابل التي تحدث ضرر بنسبة 120% لكل قنبلة عند الصفين الخلفيين لدى العدو. عند استخدام البطل بالدفاع تحصل القوات البرية في الصفين الأول والثاني على نسبة 25% درع الحيوية إضافيا. ها شوفوا الشباب، يعني عنده كمان فرصة أن يطلق 3 قنابل تسبب 120 ضرر للصفين الخلفيين، يعني مو الصف الأول، الصف اللي بعده واللي بالأخير، يعني يحدث ضرر 120% لهدول الصفين. عند استخدام البطل بالدفاع تحصل القوات البرية في الصفين الأول والثاني على نسبة 25%. يعني بالدفاع مثلا، إذا مثلا حدا هجم عليك، يعني راح يعطي نسبة 25% درع حيوية إضافي. كما وتحصل جميع القوات فقط في حالة الدفاع في أول صفين على خفض ضرر بنسبة 60% لأول جولتين، ومن ثم يتلاشى ويختفي تأثير خفض الضرر بالجولة الثالثة. يعني هذا البطل راح يفيدك كثير بالدفاع. يعني إذا مثلا قاعدتك مثلا تعرضت لهجوم، هذا البطل يعني راح تحطه للدفاع، راح يفيدك كثير مع برادلي وكاتيوشي. حطهم للدفاع، هذول الثلاثة حطهم للدفاع. نروح نشوف مهاراته الحصرية. طبعا هذا البطل بالسيرفر 1195 ما مو موجود، مو متوفر. هاي مهاراته الحصرية، شوفوا شباب. زيادة تأثير مهارة البطل سبرينغفيلد 3%، لا يشمل من احتمالية وفرصة تفعيل المهارة أو عدد القنابل. يعني فقط تأثير مهارة البطل سبرينغفيلد بنسبة 3%، هاي طبعا للليفل الأول. للمستوى 3، عند استخدام البطل في المعركة زيادة هجوم كل القوات بنسبة 30%، يعني كمان يزيد لك هجوم القوات بنسبة 30%. والله مهارته الحصرية كمان ممتازة. مع مهارته الحصرية يعني بطل خارق. مستوى 5، قنابل M89 تستطيع جميع القوات البرية في كل الصفوف إطلاقها بدلا من الصفين الأول والثاني فقط، ويزداد ضرر كل قنبلة بنسبة 15%. مستوى 7، بعد تفعيل المهارة يزداد عدد القنابل العشوائية بنسبة 4.2 بنسبة من 2 إلى 4 عفوا. فمهارته الحصرية، مع مهارته الحصرية يعني بطل لا يعلى عليه. طريقة تحصيل البطل كالعادة، عندك هون عن طريق الشحن 14 دينار أردني، وعندك كمان صندوق الحظ. وكمان إذا رقيت البطل في عندك هاي الجوائز تحصل عليها إذا مثلا مكسته. فإذا عندك إمكانية إنه تمكسه من اليوم ففورا، يعني بعد ما تحصله مكسه من اليوم علشان تستفاد من هذا القسم اللي اسمه ترقية البطل. نروح نجرب حظنا بصندوق الحظ، شوف كم عندنا، كم الماسة. خلونا نروح نستخدم كل الألماس اللي عندنا بالشنطة. كمان هون تمام، عندي 17 كمان، هذا حلو، صار عندي 2364 ألماسة. نجرب حظنا، نقول بسم الله 10 مرات، 330، ومرة واحدة 35. شريطين حلو، شريطين كمان حلو، وهاي شريطة كمان حلو، ما طلع لي شيء حلو. 4 شظايا، وظن انه باقي لي بس شظية واحدة. شظية واحدة تمام، حصلنا شريطين كمان اجاني، مو شظية واحدة.
تمام اخوي لهون يكون خلص الفيديو. تمام اخوي لهون يكون خلص الفيديو، بتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. تمام اخوي لهون يكون خلص الفيديو، بتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ونال اعجابكم. لا تنسوا اخواني اللعبه الاستراتيجيه الجديده نحن راح نطورها، يعني نعتبر نقدر نعتبر حالنا جزء من المطورين اللي راح يطوروا اللعبه الجديده. فروحوا اشتركوا بقناة التليجرام وصفحة الفيس ومجموعة الفيس، طبعا انا مو بس مجموعة عامل صفحة كمان، اشتركوا فيهن لحتى ابلش انشر عن اللعبة، لحتى ابلش انشر عن اللعبة هناك، وتقترحون علي شو بدكم تشوفوا باللعبة. تمام اخواني، بالنهاية بتمنى لكم اطيب الاوقات، كان معكم اخوكم باسل. لا تنسوا تشيروا كمان الفيديو لاصحابكم المهتمين بالالعاب الاستراتيجية. تمام اخواني، وإلى اللقاء بحلقات قادمة.